بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الرابعة قسم حاسبات، اليوم أنا وياكم بمحاضرة فيديوية لمادة المعالجة الصورية دكتورة سهى حسين إبراهيم. طبعا اليوم محاضرتنا تكمل المحاضرات اللي أخذناها بقاعة الدرس، واليوم إن شاء الله نكمل المحاضرة عن طريق الفيديو. أرجو من جميع طلبة الانضمام إلى الصف حتى نتواصل وياهم ونوصل المادة، لأنه ترى الوقت كلش قليل أدنى ولازم نكمل هاي المادة عليها درجة. الكلاس روم أي واحد اسمه موجود بيها ويشارك لي إلى حنطة 20 درجة على سعي اللي يتواصل وياي بيها. فأرجو من الجميع انضمام، تبلغون جميع الطلبة اللي منضمين لأنه قليل عددكم لحد هسه، ما واحد يريد يعطي المحاضرة، لكن إن شاء الله أنا حستمر بيها لأن حسب تبليغ الأمادة يجب أن يعني نكمل المادة بالوقت المحدد. فأرجو تعاونكم وإن شاء الله نكون متعاونين، وأي سؤال تطلبوه إن شاء الله أنا أجاوبكم عليه ونسهل المادة بطريقة إنه توصل المعلومة يمكن أحسن ما كانت بالدرس. فاليوم موضوعنا عن الهيستوغرام. الهيستوغرام طبعا الهيستوغرام هو الرسم والمدرج التكراري للإيمج للصورة. طبعا عن طريق الهيستوغرام أنا أقدر يعني أعرف أمور كثيرة عن الصورة. فالهيستوغرام هو رسم يرسم بين قيم البراي ليفل مقابل عدد البكسلات عند تلك القيمة. الهيستوغرام يظهر لنا، طبعا هو الهيستوغرام هو رسم بياني بين الاكس اللي هو الهوريزونتال اكسس والفيرتيكال اكسس اللي هو الواي. الاكس اللي هو حيكون يعني بيه قيم البرايتنس او البراي ليفل، اللي هي مثلا احنا ماخذيها من بالنسبه للصوره 8 بت، هي قيمة من 0 الى 255، قلنا هي 256 البراي ليفل بي، فاحنا قلنا سميناها البرايتنس او انتنسيتي. فهاي القيم تكون على المحور اكس، كم مرة تتكرر نمبر اوف بيكسل عندك، يعني كم مرة تتكرر هذه القيمة او هذا البراي ليفل، كم مرة يتكرر حيكون في المحور واي البيكسل بين الاكس البراي ليفل والواي تتكرر. طبعا الصورة الملونة لها ثلاث هيستوغرامات، ثلاث مدرجات تكرارية، لكل مركبة هناك هيستوغرام خاص بها. احنا قلنا هو ثلاث مركبات الريد جرين بلو اللي هي ثلاث الوان، الصورة الملونة مكونة من ثلاث حزم لونية حسب ما شرحناها سابقا، لهذا انه لها ثلاث هيستوغرام. عندنا الشغلات اللي تعطينا هيستوغرام يعني نستفاد من عندها انه تخلينا تفسر الصورة بصورة اوضح، تكون اسهل لنا عن طريق نلاحظ إضاءة الصورة ممكن عن طريق الهيستوغرام، وممكن نلخصها بهاي النقطتين. إنه النقطة الأولى إنه أعرف عن طريق الهيستوغرام ممكن أعرف هل هي الصورة أصلاً أصلها مظلم أو دارك أو لايت، يعني مظلمة أو مظلمة، أو هاي أو لو كونتراست، تباين مالها اللي يكون عالي أو يكون واضح. الشغلة الثانية اللي أقدر أستفاد منها من الهيستوغرام إنه عن طريقة أثبت بالطريقة اللي أقدر أستخدمها حتى أحسن الصورة، أطبقها على الصورة، يعني من أعرف الهيستوغرام مالها أعرف شنو الطريقة اللي حستخدمها حتى الصورة، حتى أحسن الصورة وخليها واضحة وسهلة للنظر وممكن تفسيرها بسهولة. إذا إحنا طبعا تعطينا الهيستوغرام يعطيني يعني معلومات عن طبيعة الصورة أو جزء من الصورة، حتى تكون يعني جزء من الصورة اللي هو يعني أي جزء أو كائن موجود بداخل الصورة ممكن أني أقدر أعرف الهيستوغرام مالته. إذا أيضا لخص هنا بالنسبة من شكل الهيستوغرام، يعني أقدر أني يصير عندي بعض المعلومات عن الصورة بدون ما في الصورة، أني أقدر أعرف إنه هاي الصورة شنو نوعها بدون ما أشوف الصورة، أشوف فقط الهيستوغرام مالها. فإذا لاحظنا الهيستوغرام يكون very narrow histogram، إذا كان كلش ضيق الهيستوغرام معناها هاي low contrast image، ما متوزعة القيم مال البراي ليفل على يعني مدى واسع. أيضا إذا أشوف الهيستوغرام مائل إلى جهة القيم العالية معناها أعرف إن الصورة مضيئة light تكون، إذا القيم مائل إلى جهة الزيرو فمعناها dark هاي مظلمة الصورة. أيضا عن طريق الهيستوغرام يعرف هاي الصورة بدون ما أشوفها أعرف إنه هاي مظلمة أو هاي مضيئة. الهيستوغرام أيضا إذا كان له قيمتين مميزة هاي معناها اكو هناك تناقض في الخلفية، يعني معناها اكو مثلا ابيض واسود لونين مميزات بنفس المستوى، يعني صور بيها ابيض واسود يعني بكمية كبيرة من باقي الالوان
يعني اللي تراي ليفل بي قيم قليله ولونين مميزات بي، في هذا تطلع لهم قيمتين بي لان تكرارهم اثنينهم نفس المستوى تقريبا او يعني مقارب له، لهذا تظهر لهم قيمتين. نشوف هنا شلون نرسم الهيستوغرام. الهيستوغرام ممكن ارسمه بالطريقه هذه. انا عندي هنا صوره او سب ايمج، يعني ايمج او سب ايمج هاي جزء من الصوره، بها قيم للجراي ليفل اللي هي من 0 الى 6، هاي قيم الجراي ليفل. انا حاعمل لها جدول، اخذ الجدول العمود الاول اللي هو بيكسل فاليو اللي هو قيمته من 0 الى 6، وكاونت هي الاعداد اي كم مره تتكرر قيمه الصفر. هنا نلاحظ كم مره تتكرر مرتين، فاكتب 2. الوان تتكرر 5 مرات، اذا هاي 5. 2 تتكرر 3 مرات، اكتب 3، وهكذا بالنسبه لباقي القيم. نجي هنا نرسم الهيستوغرام. الهيستوغرام قلنا القيم x تمثل قيم الجراي ليفل اللي هي احنا هنا عندنا قيم من 0 الى 6، اوزعها بشكل متساوي يعني من 0 1 2 3 4 5 6، يعني مو اطفر اقول 0 3 2 يعني، اما تكون قيم اكبر واصغر او مثلا 2 3 وارد اقول 5، لا لازم القيم التقسيم يكون متساوي. نفس الحال بالنسبه للمحور y اللي هو يمثلنا كم مره يتكرر الكاونت، كم مرة يتكرر هذا البكسل قيمته، كم مرة تتكرر أيضا لازم يكون بالتساوي. يعني أنا مثلا إذا لقيت 2 مو أخلي هذه الخمسة، لا الخمسة موجودة هنا، نشوف هنا الزيرو مقابلها 2 مرتين تتكرر. لاحظنا هنا الوان يتكرر 5 مرات، صعدنا هنا 5 ما أخليها هنا 5، لا هنا 3 4 5 بهالشكل. أجي على القيمة اللي هي 2 يتكرر 3 مرات. بهالشكل نقدر نرسم الهيستوغرام بهذه الصورة. طبعا محاضرتنا لهذا اليوم أول محاضرة، حطيكم هوم وورك عليها، ويعني أريد منكم ترسموا لي هيستوغرام لصورة معينة، قيم لصورة معينة، وأريد الإجابة رسم الهيستوغرام مثل هذه الطريقة. شكرا لإصغائكم، وإن شاء الله ألتقي بكم في المحاضرة التالية.